منصات رقمية من تلفزيون دبي، مساء الخير وأهلا بكم. أنا أدال طعمة، سأنقل لكم كل ما هو جديد في عالم الفضاء الرقمي والأكثر تداولا في مواقع التواصل الاجتماعي محليا وعربيا وعالميا. وفي حلقة اليوم، ماذا يمكن لدولة أن تنجز خلال 365 يوما؟ فيديو نشره ولي عهد دبي يلخص إنجازات الإمارات خلال العام 2023. وفي الحلقة، إنستغرام تختبر ميزة تعطيل إشعارات القراءة في الرسائل المباشرة. في منصات رقمية أيضا، طالب مصري يبهر العالم ويدخل الجامعة من الابتدائية مباشرة. ماذا يمكن لدولة أن تنجز في 365 يوما؟ عنوان فيديو نشره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي عبر صفحاته الاجتماعية، استعرض من خلاله إنجازات دولة الإمارات خلال العام 2023. الفيديو المتداول بشكل واسع ختمه سموه بعبارة: هذه هي الإمارات في 2023، قيادة لا تعرف المستحيل ودولة تصنع المستقبل ولا تنتظره. وبالفعل هي كذلك، فقد نجحت الإمارات في استضافة إكسبو 2020 دبي الذي اختتم فعالياته في مارس الماضي. كذلك حققت نموا في تجارتها غير النفطية بنسبة 17%. هذا وسلط الفيديو الضوء على استقبال الدولة ل 25 مليون سائح، وتصدرها المؤشرات التنموية العالمية باحتلالها 186 مؤشرا تنمويا عالميا، وتصدرها أيضا مؤشر الأمن والتجول ليلا بأمان. كما تصدرت الدولة التصنيف العالمي لأقوى جواز سفر بدخول 180 دولة دون الحاجة لتأشيرة. الفيديو كذلك ذكر جمع الإمارات مليار وجبة لفقراء العالم خلال شهر واحد فقط، وتشجيعها لملايين الطلاب العرب على القراءة من خلال استضافة تحدي القراءة العربي، إلى جانب استثمارها في الطاقة النظيفة واستعدادها أخيرا لاختتام العام باستقبال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 بحضور 140 رئيس دولة، وغيرها الكثير من الإنجازات لدولة لا تعرف المستحيل. دائما يسأل الأطفال: ماذا تحلمون بأن تصبحوا عندما تكبرون؟ والإجابة المتوقعة غالبا ما تكون مهن تقليدية كالطبيب والطيار ورائد فضاء، وأحيانا تكون خارقة القوة كسوبرمان أو باتمان وغيرها من الشخصيات البطولية. ولكن طموح أطفال غزة مختلف، فهم يريدون أن يصبحوا أبطال من نوع آخر. يريدون أن يصبحوا مراسلي حرب ليمشوا على خطى الكثير من الصحفيين الشباب الأبطال الموجودين في الميدان منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر، أمثال معتز عزايزة ووائل دحدوح وبيسان عودة وبلاستيا العقاد وصالح الجعفراوي وهند خضري وغيرهم الكثير. هؤلاء أصبحوا مصدر إلهام ومثالا يحتذى به لأطفال غزة الذين راحوا يتخيلون أنفسهم وسط الأحداث مرتدين درع الحماية والخوذة، يخاطرون بحياتهم لنقل واقع الحال الذي تعيشه مدينتهم. ومع أن هؤلاء الأطفال يتخيلون أنفسهم وسط الأحداث الصاخبة والتحديات، يكمن الحلم الحقيقي في أن يكونوا يوما ما الأصوات التي تنقل حقيقة مدينتهم، ليس فقط في ظل الحروب والدمار، ولكن أيضا في زمن السلام والحياة الطبيعية، ليروا قصصا تتجاوز إطار الصراعات وليقدم صورة حقيقية عن حياتهم وثقافتهم إلى العالم. وفي مشهد مؤثر انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطبيب فلسطيني اختار البقاء في قطاع غزة لمعالجة الجرحى والمصابين. الدكتور محمد أبو ناموس الذي يحمل هو وأسرته الجنسية المولدوفية قرر أن يودع عائلته عند معبر رفح بسبب الوضع الأمني الخطير في القطاع، حيث تنقلت أسرته منذ بدء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى العديد من المناطق والمخيمات بحثا عن مكان آمن دون جدوى. لذلك لم يكن أمام العائلة سوى خيار الرحيل، حالها حال مئات العائلات في غزة التي تحمل الجوازات الأجنبية.
الموقف الإنساني لطبيب العظام حظي بإشادة واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أثنوا على تصرفه البطولي والشجاع لمداواة جراح أبناء بلده، متمسكا بواجبه المهني على الرغم من أن هذا يعني الابتعاد عن عائلته. النجمة الأمريكية أنجلينا جولي من أبرز نجوم هوليوود الذين أبدوا تعاطفا ودعما ملحوظا للوضع الإنساني في غزة. اليوم يعود اسمها للتداول من جديد بعد أن تعرضت الممثلة العالمية لانتقاد كبير تحديدا من قبل والدها الممثل جون فويت، الذي نشر فيديو على حسابه في أكس عبر فيه عن خيبة أمل كبيرة في ابنته، معتبرا أن إسرائيل تقوم بالدفاع عن نفسها. والد جولي لم يكن الوحيد الذي انزعج من موقف ابنته، فحتى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرزوك دخل على الخط وانتقد كلامها حول قطاع غزة. وكانت جولي قد شاركت عبر حسابها على إنستغرام منشورا حول المأساة التي يعيشها أهالي قطاع غزة، أرفقته بصورة من الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، وكتبت: هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه. لقد ظلت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقارب عقدين من الزمن، وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية. 40% من القتلى من الأطفال الأبرياء، عائلات بأكملها تقتل. ومن ضمن مشاهد الدعم لغزة، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يصور مجموعة من سكان نيوزيلندا الأصليين وهم يؤدون رقصة الهاكا القتالية تضامنا مع أهل غزة حاملين معهم علم فلسطين. ورقصة الهاكا التي تعتبر في الثقافة النيوزيلندية علامة من علامات الاحترام، اعتاد السكان على تأديتها في حفلات الزفاف والجنازات والأحداث الرياضية، حيث تؤدى بشكل جماعي وتعتمد على حركات عنيفة وضرب الأرض بالأقدام مصحوبة بصيحات قتالية متناغمة مع تلك الحركات. العالم الهولندي فرانك هاجربيتس المثير للجدل يعود من جديد ليلفت الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتحذيراته الأخيرة حول إمكانية تسبب القصف الإسرائيلي العنيف على غزة بزلزال كبير. وأعاد هاجربيتس نشر صورة على صفحته في أكس تشرح قوة القنابل التي ألقيت على غزة مقارنة بهيروشيما، وأرفقها بتعليق: على العالم أن يجبر إسرائيل على وقف هذا الجنون بصرف النظر عن الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. سيكون لهذا القصف في النهاية تأثير زلزالي كبير على المنطقة. وأضاف: سيؤدي القصف إلى تسريع حدوث زلزال كبير على طول البحر الميت. وسبق أن حذر عالم الزلازل من احتمالية وقوع زلازل مدمرة، أبرزها الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير الماضي، وتوقع حدوث ذلك قبل 3 أيام. بعد الفاصل، نظرة على كل ما هو جديد في عالمي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وجديد المنصات الرقمية. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ونذهب في جولة حول جديد التكنولوجيا والمنصات الرقمية. بعد إطلاقه أول نموذج للذكاء الاصطناعي والذي يحمل اسم جروك، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في منشور على صفحته في أكس أنه سيتم دمج شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة أكس أي آي التي أطلقت روبوت الدردشة مع منصة أكس للتواصل الاجتماعي التي يملكها، وأنها ستكون متاحة أيضا كتطبيق مستقل. وتهدف الشركة الناشئة إلى إنشاء أدوات ذكاء اصطناعي تساعد الإنسانية في سعيها للفهم والمعرفة، واصفا نموذج جروك بأنه يتمتع بإمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى المعلومات عبر منصة أكس، وهي ميزة هائلة مقارنة بالنماذج الأخرى. ونبقى مع الذكاء الاصطناعي الذي وصل أخيرا إلى منصة الفيديوهات الأشهر يوتيوب، حيث تختبر المنصة روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي يطلق عليه اسم يو تشات، يمكنه التحدث مع المشاهدين للسماح لهم بالتعمق بشكل كبير في المحتوى الذي يشاهدونه، كما يوفر إجابات عن الأسئلة حول الفيديو وتوصيات للمحتوى بالصلة دون مقاطعة التشغيل. ميزة يو تشات ستتوفر خلال الأسابيع القليلة المقبلة لأعضاء يوتيوب في الولايات المتحدة عبر أجهزة أندرويد، على أن يتم توفيرها على الأنظمة والدول الأخرى في الأيام القادمة.
شركة ميتا المالكة لتطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب وثريدز تمنع المعلنين السياسيين من استخدام منتجاتها الإعلانية الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي، الأمر الذي سيعيق وصول الحملات إلى أدوات يحذر المشرعون من أنها قد تزيد من سرعة انتشار المعلومات المغلوطة عن الانتخابات مثلا. وقالت الشركة في مذكرة تشرح كيفية عمل الأدوات: نواصل اختبار الأدوات الجديدة لإنشاء إعلانات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مدير الإعلانات. لا نسمح حاليا للمعلنين الذين يديرون حملات مؤهلة مثل إعلانات الإسكان أو التوظيف أو الائتمان أو القضايا الاجتماعية أو أيضا الانتخابات أو السياسة أو ذات الصلة بالصحة أو الأدوية أو الخدمات المالية باستخدام مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي. الاشتراكات المدفوعة في منصة إنستغرام تتجاوز حاجز 1,000,000 مشترك، هذا ما أعلنت عنه شركة ميتا المالكة للتطبيق، الأمر الذي يؤدي إلى تحويل المنصة ببطء إلى مكان يسمح للمبدعين بالحصول على الأموال مباشرة من المتابعين. ويعد هذا إنجازا كبيرا بالنسبة للشركة، مع أن الرقم لا يزال صغيرا مقارنة بعدد مستخدمي إنستغرام الإجمالي الذي يضم نحو 2,000,000,000 مستخدم شهريا. وستبدأ الشركة بالترويج للاشتراكات المدفوعة في موجز إنستغرام من خلال وضع زر اشتراك كبير على كل مشاركة حتى يعرف المتابعون الذين لا يدفعون أنه متاح. وسيتمكن منشئو المحتوى من القيام بتجربة الاشتراك بشكل مجاني لمدة 30 يوما. كما تضيف المنصة أداة للسماح لمنشئي المحتوى بتجميع المشتركين الجدد عبر الرسائل المباشرة للدردشة معهم، مما قد يساعد في حث المعجبين على الاستمرار في متابعتهم. تعمل ميتا على توسيع المزايا الإضافية المدفوعة مثل هدايا إنستغرام التي تعد بمنزلة وسيلة لمنشئي المحتوى للحصول على الدعم من المعجبين الذين يحبون محتواهم وبالتالي كسب المال. ونبقى مع منصة إنستغرام وجديدها اختبار ميزة تعطيل إشعارات القراءة في الرسائل المباشرة على غرار واتساب. هذا ما أعلن عنه رئيس المنصة آدم موساري عبر قناته قائلا: أنتم طلبتم ونحن استمعنا، نقدم لكم ميزة جديدة تتيح لكم إيقاف تشغيل إشعارات القراءة للرسائل المباشرة. وأضاف موساري: قريبا سيتمكن المستخدمون من اختيار الوقت الذي يسمحون فيه للآخرين بمعرفة متى قرأوا رسائلهم، ويمكن تفعيل الميزة من خلال الوصول إلى قائمة الخصوصية والأمان للرسائل المباشرة عبر النقر على اسم الحساب ضمن الدردشة، إذ يظهر الخيار الجديد ضمن قسم من يمكنه رؤية نشاطك. ويعد هذا الخيار مفيدا في المحافظة على خصوصية المستخدمين وحريتهم في التعاطي مع المرسلين. ولمزيد من الأمان، تطبيق واتساب يختبر ميزة التحقق من البريد الإلكتروني لبعض مستخدمي نظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس. الميزة الجديدة التي رصدها موقع وبيتا إنفو لأول مرة تتيح للمستخدمين تسجيل الدخول إلى حساباتهم باستخدام البريد الإلكتروني بالإضافة إلى أرقام هواتفهم. والمقصود منها ليس أن تحل محل التحقق عبر الرسائل القصيرة الحالية، ولكنها تعمل كطريقة بديلة للمساعدة على تسجيل الدخول إلى الحسابات في حال لم يتم تلقي كلمة المرور لمرة واحدة والمكونة من 6 أرقام عبر الرسائل القصيرة. ويعد خيار التحقق من البريد الإلكتروني مفيدا في حال تسجيل الدخول إلى جهاز جديد في منطقة لا تتوفر فيها شبكة الهاتف المحمول، أو عند تبديل الهواتف دون تبديل بطاقة الهاتف على الجهاز الجديد. بعد الفاصل، كيت ميدلتون تتعرض لموقف طريف في إحدى مدارس سكوتلندا. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ونذهب الآن في جولة على أبرز الأخبار والفيديوهات المتداولة. والبداية مع موقف طريف تعرضت له أميرة ويلز كيت ميدلتون، لفت الأنظار خلال زيارة مع زوجها الأمير ويليام إلى إحدى المدارس في سكوتلندا. الموقف المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حدث عندما كانت تتحدث كيت مع الأطفال، وبكل عفوية وبراءة سأل طفل منهم: هذه من تكون؟ لتجيبه بمنتهى العفوية مشيرة
بإصبعها إلى زوجها قائلة: أنا متزوجة من ويليام. تفاعل الرواد مع الموقف الطريف مؤكدين أن الأميرة معروفة بحبها للأطفال والإجابة عن أسئلتهم حول الحياة الملكية، وأنها لا تستخدم ألقابها الملكية أثناء حديثها معهم، خاصة عندما تكون في اسكتلندا، فيما كانت هذه الزيارة الملكية لمدرسة بيرغهيد الابتدائية لدعم الصحة العقلية للشباب. الأزرق الملكي أو بلو رويل أغلى ماسة تم بيعها هذا العام، عنوان أثار فضول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول أهمية هذه الماسة الزرقاء وسعرها الباهظ. فقد بيعت الماسة بنحو 44 مليون دولار خلال مزاد نظمته دار كريستيز في جنيف، ليصل هذا الحجر الكريم إلى تصنيف أغلى ماسة تم بيعها هذا العام. وتعد ماسة بلو رويل واحدة من أندر الماسات التي تم اكتشافها على الإطلاق. يبلغ وزنها أكثر من 17 قيراطا ونصف، وقدرت قيمتها بما يصل إلى 50 مليون دولار قبل البيع. ومن أهم الأمور التي تجعل من هذه الماسة حجرا فريدا ونادرا من نوعه هو لونها الأزرق الغني وشكلها الكمثري اللامع غير المعدل، فالمادة الخام نفسها غنية جدا لدرجة أنهم تمكنوا من قصها وفق نمط كلاسيكي مميز. ومنذ إنشاء دار كريستيز للمزادات في العام 1766 لم تطرح سوى ثلاثة أحجار من هذا النوع للبيع، وقد تم طرحها جميعا في السنوات 13 الماضية فقط. ليلة مرعبة عاشتها عائلة خطيبة النجم البرازيلي نيمار عندما تعرض منزل والدي برونا بيانكاردي للسطو المسلح على يد ثلاثة لصوص بهدف خطف مافي ابنة نيمار التي رزق بها قبل شهر واحد فقط بهدف المساومة عليها. لحسن الحظ أن الطفلة وأمها كانتا برفقة أصدقائهم للاحتفال ببلوغها الشهر الأول أثناء عملية السطو، ولم تتعرض أي منهما للأذى. أما والدي برونا اللذان كانا مقيدين استطاعا التخلص من أفراد العصابة بعد محاولات فاشلة لإرغامهما على معرفة مكان الطفلة التي كانت خارج المنزل. وقام الأب بعدها بالتبليغ عن العصابة والاتصال بالشرطة التي استطاعت القبض عليهم، وبدورها نشرت شرطة مدينة ساو باولو مقطع فيديو للمشتبه بهم الذين تبين لاحقا أن أحدهم من الجيران. والختام من مصر، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حدثا نادرا أذهل الكثير وأفرحهم. فللمرة الأولى يوافق مجلس الوزراء المصري على نقل الطالب يحيى عبد الناصر من الصف السادس الابتدائي إلى الجامعة مباشرة للدراسة بكلية العلوم جامعة دمياط دون حاجته للمرور بالمراحل التعليمية المختلفة، وذلك نظرا لنبوغه العلمي. وقرر المجلس عرض منحة كاملة على أسرة الطالب لدخول برنامج للنابغين في جامعة زويل، مع التوجه برعاية الطالب وأسرته طوال فترة الدراسة حتى يصبح في المكانة العلمية التي يستحقها. من دبي حيث يبدأ العالم، هذه كانت جولتنا اليومية على أهم ما جاء في المنصات الرقمية. انتظرونا.